فلسطينية لقناة أبو ظبي أنباء تحدثت عن عقد لقاء أمني بين قادة أمنيين وعسكريين من الإسرائيلي والفلسطيني بهدف وضع حد للمصادمات الجارية في الأراضي الفلسطينية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معي على الهاتف من غزة العقيد محمد دحلان مسؤول الأمن الوقائي في غزة. عقيد دحلان، هل من نفي فلسطيني رسمي للقاءات تردد أنها ستعقد بين مسؤولين أم من كلا الطرفين؟ يعني إسرائيل دوما تحاول أن توحي للمجتمع الدولي على أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه بالسابق، ما ويركز على أن هناك لقاءات أمنية بين الفينة والأخرى. ما هو موجود حتى هذه اللحظة طبقا لما ورد في مذكرة أو في خطاب الرئيس كلينتون حول العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، يوجد لقاءات للارتباط العسكري الفلسطيني والإسرائيلي بين ضباط فلسطينيين وضباط إسرائيليين لإلزام إسرائيل بما اتفقت عليه في مذكرة شرم الشيخ حول إعادة قواتها إلى ما كانت عليه في السابق ووقف العدوان الإسرائيلي والهجوم العسكري الإسرائيلي على المخيمات والمدن الفلسطينية. وهذه اللقاءات لم تنقطع، ولكن حتى هذه اللحظة لم تخرج بنتائج ملموسة، ولم تلتزم إسرائيل بما ورد في هذه المذكرة، وتحاول أن تفرض منطق التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل كشرط لسحب القوات الإسرائيلية، وهذا ما لم نلتزم ولن نلتزم به مع الحكومة الإسرائيلية. هناك فرق إضافة إلى ما تقوله عقيد دحلان، العسكري أو اللقاءات الأمنية، إضافة إلى ما تقوله عسكرية فقط. نعم، طيب إضافة إلى ذلك، يعني إسرائيل هددت باتخاذ إجراءات عديدة من بينها فصل الأراضي الفلسطينية عن بعضها البعض يعني كعقاب للفلسطينيين، وقالت إنها أعدت خطة عسكرية لمواجهة عسكرية طويلة الأمد مع الفلسطينيين. كيف يمكن لكم أن تتصدون لهذه المحاولات؟ يعني إسرائيل لم تتوقف عن استخدام لغة التهديدات، بالعكس هي تنفذ التهديدات ثم تستخدم التهديد، أي بالأحرى إسرائيل تنفذ تهديداتها حسب الخطة التي وضعتها بعد اتفاقية أو بعد لقاءات ومفاوضات كامب ديفيد، أنها تريد أن تفرض المنطق الإسرائيلي والسلام الإسرائيلي من خلال استخدام الصواريخ والطائرات والدبابات. إسرائيل تحاول أن توهم المجتمع الدولي على أنها تريد أن تتخذ إجراءات أكثر صعوبة وأكثر سخونة مما استخدمتها حتى الآن. ماذا لم تستخدم إسرائيل حتى هذه اللحظة؟ لا زالت المدن الفلسطينية منفصلة بعضها عن بعض، ولا زال الإغلاق مستمرا، ولا زال القصف الإسرائيلي حتى مساء أمس على المدن الفلسطينية المسيحية والإسلامية. نعم. إسرائيل تريد أن تركع الشعب الفلسطيني وفشلت في هذه الخطوة حتى هذه اللحظة، وبالتالي نحن لغة التهديدات لا ترهبنا ولا تخيفنا. يعني حتى هذه اللحظة إسرائيل استخدمت كل ما استخدمته من عنف وقتل وتدمير، والخيار العسكري كما هو معروف استخدم في الانتفاضة عبر 7 سنوات، وفشلت إسرائيل في فرض إرادتها السياسية على الشعب الفلسطيني. بالعودة بالتأكيد هذه المرة التي كان فيها استخدام العنف العسكري أكثر من الانتفاضة، ولكن بالتأكيد سينكسر هذا العنف الإسرائيلي أمام إرادة الشعب الفلسطيني الموحدة. طيب أعود إلى الاجتماعات التي تعقد بينكم وبين الإسرائيليين، يعني قيل إن مبعوثا من قبل باراك عقد اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتحدث إليك شخصيا وحمل رسالة خلال هذين الاجتماعين، ماذا دار في هذا الاجتماع وما هي الرسالة التي نقلها إلى الفلسطينيين؟ يعني اولا انا لم اشارك في اي اجتماعات سواء امنية او غير امنية. الرئيس عرفات لديه اتصالات من خلال مندوب لباراك، طوال الفترة السابقة لم ينقطع هذا المندوب، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد اي اتفاق على اي جدول اعمال بيننا وبين الاسرائيليين. نحن قلنا منذ البداية اذا التزمت اسرائيل بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني واذا سحبت قواتها هذا يكون مدخلا للحوار بيننا وبين الاسرائيليين، اقصد الحوار السياسي، ولكن أن تبدأ وسائل الإعلام الإسرائيلية بإشاعة دعايات ليست لها أصل أن هناك مندوبا أمنيا أو غيره، لا يوجد ولا يوجد أي مصداقية لهذه التصريحات. سؤال أخير باختصار لو سمحت، هناك صحف مصرية قالت أن الجانب الفلسطيني غير راضي عن نتائج القمة العربية التي عقدت منذ يومين، علما أنكم كنتم صرحتم يعني بعكس ذلك، ما حقيقة الأمر؟
يعني ويبدو أن إسرائيل لم يعجبها هذا التنسيق الفلسطيني المصري طوال الفترة السابقة، وهذا الاحتضان المصري للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية. لذلك بالأمس أشاعت خبرا أن هناك إساءة لمصر من قبل المتظاهرين الفلسطينيين، وهذا غير صحيح. وأصدرت صحيفة جيروزاليم بوست التي تصدر باسم المستوطنين أصدرت إساءات أو علقت بإساءات على الإخوة في مصر من أجل إثارة الفتنة وإثارة الإشكال بيننا وبين الإخوة في مصر. نحن نقول من هنا أن الجهد الذي بذله الرئيس مبارك في قمة شرم الشيخ وفي القمة العربية هو إسناد حقيقي ووقفة عربية شامخة مع الشعب الفلسطيني. وأنا أقول مرة أخرى أن هذه الدسائس الإسرائيلية التي مصدرها الصحافة الإسرائيلية بالتأكيد ستؤول إلى الفشل. شكرا لك العقيد محمد دحلان.